أحد الإخوان يقول: أذان الفجر هنا في الرياض قبل دخول الوقت، لذا هو يصلي مع الجماعة في المسجد ويعتبرها صلاة ليل، ومن ثم يصلي منفردا صلاة الفجر بعدما يعود إلى منزله. ما قول فضيلتكم في عمله هذا وحجته بأنه عند إقامة الصلاة لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ هذا شكوك ووسواس وشذوذ عن المسلمين. صلي مع المسلمين والحمد لله، ولا يكون عنده شكوك ووساوس. وتقويم أم القرى في الغالب أنه مطابق، إن كان يتقدم دقيقة أو دقيقتين أو يتأخر، فالتفاوت يسير في هذا، وقد جرب هذا ولا ظهر فيه خطأ كبير، إنما هي ثواني أو دقائق. أما أنه يعتبر صلاة المسلمين أنه في غير الوقت ويقضي الصلاة منفردا، فهذا شذوذ والعياذ بالله، وهذا وسواس، ولا يجوز هذا العمل. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكون مع المسلمين.